شنو؟ انا يبي لي حلقه معك. انت شوف انا تعبت منك، اوكي؟ يعني لا سالفتك انت معك. انت من شهر 12 تقول لي حلقتك حلقتي معك. يبي لنا متبوس، يعني يبي لنا متبوس. يعني انا زين، البومك انا اعتقد حق الورثه ما راح تنزله، واللقاء ما راح تي حمود، يعني يأست منك. لا يا رب يا رب، الالبوم ان شاء الله راح يكون اصداره على عيد الفطر، واهني يعني اهني يعني نجاحات حمد القطان، انا اهنيه الامانه، واهنيك انت حتى على برنامج الاكثر من روعه. الله يحفظك يا حمود.